السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين حافظ الدراجي وين يكشف أسباب رفض الجزائر حضور قمة القاهرة ويعلن تأييده للقرار. صح، كل جزائري كل حر عبر العالم يعني وين يؤيد القرار. دروك نتا تروح ديبلاسي منا للقاهره وعارف شكاي ما ناقصو الغاشي، الناس تموت وحنا نجمعو، ما نجمعوش ما نروحوش باش نروحو باش نحضرو غير باش نحضرو. لا مليحه، يعني رساله واضحه، رساله واضحه يعني وين قالك قمه السلام لمواجهه حرب المعلنه على الاسلام والعرب. كالسلامه النار والحديدة مكاش سلام، سلام كاي سلام كاش يعني. لولا على بالك مظهر تاع الأطفال هذوك الصغار اللي باتوا هذوك، على بالك خالد بن الوليد رضي الله عنه السيف الله المسلول، على بالك راح يحفر لهم قبورة، يحفر لهم القبورة تاعهم قدام لا يغزو عليهم. على بالك بلي كو خالد بنو العاص كره جيش الاول اللي يوصل لفلسطين، التالي يكون يجهز في روحه جيش. ماذا سوف يقولون عنا احفادنا اش غادي يقولوا علينا؟ احفادنا يقول لك هادو يمكنوا وتوعوا كانوا يقول لك كانوا يحبون الحياة ويخافون من الموت. شكون غادي يهضروا علينا؟ أحفادنا شغادي يهضروا علينا؟ واش غادي يقولوا علينا؟ واه لله شغادي يقولوا علينا؟ غادي يقول لك باللي كانوا يخافوا من الموت؟ عيب. يقول لك هادو واش قتلهم؟ قتلهم مين رفضوا الشهادة ورفضوا وخايفين من الموت، ربي سلط عليهم الأوبئة. ها خطرة كورونا، ها خطرة الطيور، مرض الطيور ما شتا نوزع الطيور، خطرة فيضانات، خطرة زلازل، خطرة الكسايط، مرض القلب، يقول لك هادو كملوا كيما هكا. والشهادة مكاش، شوف كيفاش شويه واحد لازم نخلو. صح احنا رانا نفتخروا بسي مصطفى بن بولعيد، وسي مصطفى بن بولعيد كان يفتخر بالامير عبد القادر يعني، والامير عبد القادر كان يفتخر يعني بالغزوات الاسلاميه وكيما هاك جايه. احنا ما درنا والو، مازلنا ما درنا والو، رانا ناكلو ونرقدو خافو روحنا نصبحو ميتين. هذا مكان رانا نديرو والو، واو لله واو لله. نعاودو نولو نتكلمو وين عبر الإعلامي الجزائري الحر حافظ الدراجي عن تأييده التام لغياب الجزائر عما سمي قمة القاهرة للسلام. كما كشفت أسباب غياب الجزائر عن هذه القمة، يعني قمة ما كاش نعرفو حنا من حين كنا صغار نعقل أنايا. يقول لك قمة عاجلة، قمة عربية، من يقتلوا واحد قيادي ولا يقتلوا ولا تكون ضربة كيما، يقول لك لقد اجتمعوا. ما كاش، كانت في وقت في السبعينات وكلش الملك فهد الله يرحمه الهواري بوبدي، كانوا رجاله، كانوا صدام، كان القذافي اللي كانوا دايرينو مهبول، كانوا من يقلعوا يقول لك واه تاع عمان هذاك تاع اليمن هذاك قال كلام مسكين، قتلو داروا له بومبا في القصر تاعو قتلو مالك فهد. كاين بزاف. وفي مقاله الذي ينشره كل احد وخميس بصفحته للجزائر الان، قال حفيظ الراجي بأن غياب الجزائر عما سمي القمة القاهرة للسلام كان خيار مرفوض، يعني خيار موقف يمثلني، قاعد يمثلنا ذاك الموقف والله اللي يمثلنا.
وارجع حافظ الراجي ذلك، خاصة وان مخرجاته لم ترقى الى المستوى تطلعات الشعب الفلسطيني، حيث اكتفى المشاركين بمطالبة باجتماع دولي بتوفير الماء والدواء والكهرباء والبنزين للفلسطينيين. ما نسيتوش الكفن، كنت وصلت لهم الكفن، راهم في أزمة تاع كفن. نعلة الله عليكم إلى يوم الدين. حافظ الراجي في ذات ما قال أضاف: وكاد بعضهم يدين حماس ووصفها ككفاحها، يعني بحملها مسؤول، وين يحملونها مسؤولية التقتيل والتدمير والتهجير الذين لم يتوقف منذ 10 سنين، بل تزايد أكثر منذ تصاعدات وتيرة التطبيع الذي تحتاج فيها أصحابها بالسعي إلى استعادة حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة. لكن في الحقيقة كان بمثابة تواطؤ جديد لطمس قضية وتصفيتها. حافظ الراجي قال لذلك يعني بقيت الجزائر ثابتة على موقفها رفض للمزيد من التنازلات، ورفضت حضور قمة السلام لمواجهة حرب معلنة على الإسلام والعرب. يا ولدي راهم يدققوا شغل السنيين، هادي السنيين يحوسوا يقتلوا يحوسوا يكملونا. أنا نقول لكم ما السنيين يحوسوا يكملوهم وصعيد، وما كاين سني يكملوه. أنا نقول لكم أنا نقولها ونعاودها، هذه قمة النفاق والخلوع. تحية الجزائر وإلى الأبد. تحية الجزائر، نصل لإخواننا إن شاء الله. اللهم ثبت هذه القيادة وهذا الرئيس على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. آمين يا ربي. ما تالي كاع قررنا أنا الأول. الله هاكي ياك اخويا جمال عبد الناصر الهواري بو مدين، صدام فهد مالك الفهد، القذافي. اودي تخيلوا هادو راهم حيين، اتخيلوا هادو راهم حيين، اي اتخيلوا معايا هادو راهم حيين. ياه اتخيلوا معنا هذو راهم حي. شكرا حافظ الراجي، شكرا حافظ الراجي. انا نقولها لك هذه يا خويا، شكرا على كل احوال، شكرا. أقول له لك هاي غير ولا إيه كيفاه عليك باللي بيتجبر اللعابة على الاعتراف بوجود دولة في العقد تاعهم. الله يعافيك.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله.